هل تعلم ما هي صفات القائد الناجح؟ القائد الناجح يخرج أفضل ما في فريقه، يفجر طاقتهم ويجعل وقت إنجاز العمل متعة. القائد الناجح لديه ثقة بالنفس وقدرة على الإقناع. القائد الناجح يستطيع أن يحقق إنجازات مميزة في العمل. القائد الناجح يستطيع أن يطور من شخصيته ومن العاملين معه باستمرار. القائد الناجح يبدع في عمله ويدير الفريق بنجاح ونظام وعدالة. القائد الناجح يتمتع بقدر عال من المرونة ويتكيف مع الظروف المحيطة بسلاسة. القائد الناجح يكون محبوبا في بيئة عمله وقادر على التأثير في أعضاء الفريق. القائد الناجح يتقن فن الإصغاء والحوار مع الآخرين. القائد الناجح لديه بعد نظر وقدرة على رؤية الأفكار الجديدة. القائد الناجح يتمتع بالقدرة على التعامل مع المخاطر وتجاوزها بسهولة.